لقد كنا نمزح. يا لكم من ظريفين، سنهنئك غدا هكذا. حتى أفضل من هذا. أراكما غدا إذن، مساء الخير. وداعا كيسي. رائعة، لقد تمت 16. يجب أن أغير ملابسي بسرعة لكي أعرف ماذا أعد لوالدي. ها، أين مفاجأتي؟ رائع، هذا المكان للمفاجأة. ماذا؟ لقد طلب منكما والدي إعداد المفاجأة. لا، نحن نخرج الأثاث. مهلا، أي أثاث؟ إلى أين تأخذون كل هذا؟ أحتاج المال مقابل التصوير الآن. نعم. أبي، ماذا يحدث؟ لا تم، لقد عملت وأريد راتبي. كيسي ابتعدي. ما كل هذا أصلا يا أبي؟ أنا لست والدك، ابتعدي. 10,000 دولار لم تدفع لي. أمي. أوه، أنت هنا؟ لقد سئمت من رؤية وجهك. لماذا يخرج هؤلاء الأشخاص كل شيء؟ لماذا أبي قال أنه ليس أبي؟ هل مزحة بمناسبة يوم ميلادي؟ أي عيد ميلاد؟ عمرك 16، احتفلي بنفسك، انتهى العرض. ما هذا الهراء؟ أي عرض؟ حياتك عبارة عن عرض يعرض في جميع أنحاء العالم، وأنا لست والدتك، أنا ممثلة. ماذا؟ كما سمعتي، هل يجب أن أشرح لك مرتين؟ لطالما كنت غبية. حسنا، لا تزعجيني. مزحة غبية. يا إلهي، هل تعتقد أننا حقا سنتمكن من سرقة شيء؟ سيغادرون الآن ونسرق شيئا. علينا أن نسرق شيئا من ساحة التصوير. ليت. ماذا بك؟ كفى كيسي، انتهى العرض، يمكنني التوقف عن التظاهر أنني صديقك. التظاهر؟ هل أنتما تشاركان أيضا في هذا المقلب؟ أي مقلب؟ هذه حقيقة. هذه قسوة، هذا قاس ولئيم السخرية مني بهذه الطريقة في عيد ميلادي. يا إلهي، أنا أشعر بالأسف عليها. ألم تتعبي؟ لم نعد نشارك في العرض بعد الآن، وكيسي ليست صديقتك. أجل، ولكنني كنت أتظاهر معها منذ الصغر، سأذهب للتحدث معها. حسناً، لماذا تبكين؟ خذي اشربي. لأنكم جميعاً خوانة وأغنياء. لماذا هذه المسحة؟ هذه ليست مسحة يا كيسي، هذه حقيقة. تخلت عنك عائلتك في طفولتك، لذلك قررت المنتجة الشهيرة كريستي أن تعرض عنك عرضاً. ماذا؟ هذا لا يحدث، هذا لا يمكن أن الجميع ممثلين. بل يحدث، وهذه المدينة بأكملها عبارة عن ساحة تصوير ضخمة. حسناً، أنا لا أهتم، وأنت فكري كما تشائين. أيعقل أن هذه حقيقة؟ الحياة كلها مزيفة. كيف تجرأ على تدمير عمل حياتي؟ ما أخبار كيسي؟ نائمة. حسناً، اجعل صورة الكاميرا 17 عن قرب. ما الفائدة؟ الممثلون يحتاجون. أخبروا كل شيء لكيسي، العرض توقف. افعل ما قلت لك. أنسة كريستي، انظري. ماذا هناك؟ لقد ازداد تقييمنا بنسبة 240%. المشاهدون في صدمة، أنكس عرفت بكل شيء، والآن ينتظرون ماذا سيحدث بعد. حسناً، أدعو هؤلاء المحتجين لكي نقوم بحل المشكل. أرحب بممثلين الأعزاء. ربما هذا يكفي. لأي سبب جمعتنا هنا؟ نعم، أعطونا رواتبنا، وصلنا رحل من هنا. ليس بهذه السرعة، لقد أخذت شكواكم بعين الاعتبار وسوف أضاعف رواتبكم. سوف يتحقق الأمر إذا واصلتم المشاركة في عرضي. وما الفائدة؟ كيسي اكتشفت كل شيء. بالضبط، كيف ستخرجون من المأزق؟ لا تقلقوا، لقد وجدت طريقة بالفعل. وقعوا على العقود الجديدة وسوف أخبركم بكل شيء. حسناً يا كيسي، عرضك ما زال مستمراً.
يوم ميلاد سعيد. يوه. أمي أبي، يوم ميلاد سعيد يا شمسنا. ولكن يوم ميلادي كان بالأمس، وقلتم أن كل حياتي هذا عرض وأنتم ممثلين حولي. يا لها من أحلام تحلمين بها. ميلادك اليوم، عمرك 16 عزيزتنا. إذن أنا حلمت بكل ذلك؟ بالطبع يا ابنتي، يوم ميلادك اليوم، تمني أمنية. يوم ميلادي سعيد. رفاق، أنا سعيدة للغاية. مبروك ميلادك 16. شكرا لكم. هاي، لماذا تبكين؟ لقد حلمت بكابوس. أين كل شيء مزيف وأنتم لستم أصدقائي؟ آي، هذا مجرد حلم. نحن نحبك. يا لهم من أذكياء، خدعوا كيسي بأن كل هذا حلم. كم هذا محزن، أنهم يلعبون بكيسي كما يشاءون. ولكن هذا أفضل مما لو أنها عرفت أن حياتي مزيفة. أنت على حق. أمي، انظري إلى الظهور التي قدمها لينيت. أمي، آي، لقد نسيت مجدداً وضع الملابس المتسخة في الغسالة. ماذا؟ أوه، ابنتي أنت هنا، دعيني أحملها بنفسي. وهذا؟ هيا توقفي. كنت أرتدي هذا الفستان في حلمي، وظهرت البقعة هناك أيضاً. كيف أتى إلى هنا، إلى الواقع؟ ما هذا الهراء؟ لقد سكبت عليه العصير وبعد ذلك نسيتي. أنا لم أرتدي هذا الفستان منذ شهر، وكنت أحتفظ به ليوم ميلادي. أنت لم ترتديه لأن البقعة ما زالت عليه. حقا؟ نعم، هل تذكرين حفلة الشواء في الشهر الماضي؟ وقتها اتسخ الفستان. توقفي عن التفكير في الحلم، إنه يومك، استمتعي. نعم، استمتعي. يا إلهي، لا أستطيع تذكر حفلة الشواء، كل هذا غريب. حسناً يا كيسي، توقفي، أمي قالت أن اليوم هو يومي ويجب أن أستمتع حتى في المدرسة. يا له من حظ، لماذا تنكسر الكاميرات دائماً في منطقتنا؟ من الأفضل أخبريني لماذا نحتاج لكاميرا تحت المكتب؟ كي يستطيع المشاهدين رؤية كيف تقوم كيسي بالغش. المشاهدين؟ آي يا هاول. كيسي، ما الذي تفعلينه هنا؟ أنت تعرفين أن الدرس سيبدأ بعد 40 دقيقة. ماذا يحدث هناك؟ من هذان الشخصان ولماذا يركبان الكاميرات؟ أي ناس، كيسي، أنت تعرفين أنه لا يمكنك الدخول إلى الفصل الدراسي قبل بدء الدرس. لماذا؟ كي لا أعرف أن كل هذا عرض وأنه يتم تصويري؟ أين هما؟ ما الذي تتحدثين عنه؟ كانوا يصلحان الكاميرات. وهنا؟ لقد سمعت بوضوح حديثهما عن الكاميرات. أين هما؟ كيسي، يبدو أنك متحمسة جدا بشأن يوم عيد ميلادك. أيوه، لكنني رأيت. هذه مجرد أعصاب، لقد توهم لك. اذهبي واسترخي. فوح، كدنا نكشف. هاي، ماذا هناك؟ هل فاتني شيء؟ كيسي قامت بكشف عاملان بينما كان يقومان بإصلاح الكاميرات. ماذا؟ هل عرفت كل شيء؟ أجل، يا للهول، أتساءل ماذا سيحدث بعد ذلك؟ كيف أمكنهم خداع كيسي لهذا الحد؟ يجب أن تعرف الحقيقة. سأخبرها بكل شيء، ولن يمنعني أحد هذه المرة. كيسي، ماذا تفعلين هنا؟ اتصلت وكأن هناك حريقاً. أسوأ، انظر. أين؟ لا يوجد أحد. الآن بعد بضع دقائق ستمر فتاة تتزلج، وبعدها سيأتي رجل سيقوم بتمزيق الإعلان، وسيلصق إعلان جديد، وسيقوم عمل النظافة بتنظيف الممزق. ما هذا الهراء؟ دعيني أوصلك للمنزل. لا، انظر، هيا. ها هي، والآن رجل مع الإعلان.
وعامل النزع فانظر. رأيت. وبعد كل يوم في هذا الوقت يتم نشر الإعلانات وتنظيف الشوارع، ولابد أن الفتاة تتثلج في هذا الوقت كذلك. لا، أنت لا تفهم، إنهم يفعلون هذا طوال اليوم. إنهم يتجولون في الشارع ويعودون. إنهم ممثلين، هل تفهم؟ إنهم ممثلين. أي ممثلين؟ أنا واقفة هنا منذ ساعة وأفعالهم تتكرر. كيسي، أنت تخيفينني، لابد أنك مرهقة وتحتاجين إلى الراحة. لا، أنت تعمل معهم. يكفي، إن كنت لا تريدين ذهاب سأحملك. لا، حياتي مزيفة، سأكشفكم جميعا، مخادعون. لا، اتركني. هلا ذاتي. لا، أنت. يا للهول، إنه كريس. من هو كريس؟ صحيح، أنت لا تشاهدين عرض كيسي منذ البداية. هذا هو شخص أحلامها. ماذا بك؟ هل تنظرين إلى الطالب الجديد؟ نعم، ما رأيك؟ هل سيوافق على التنزه معي؟ إنه وسيم للغاية. ماذا؟ هذا ليس وفقا لسيناريو، يجب أن تتنزه مع نيت. نيت، وقت خروجك. حسنا، فهمت. هذا الطالب الجديد ليس اختيارا جيدا، إنه أعتقد أنه رائع، سأذهب إليه الآن. يا آسف، هل أصابتك بقوة؟ لا، لا بأس. لحظة، هل أنت مشغولة اليوم؟ أنا؟ أعتذر، ماذا قلت؟ أبعدوا عنها كريس بسرعة. أردت دعوتك إلى السينما اليوم، ألا تمانعين؟ آسفة، ولكن علي الذهاب. كريس، لماذا لا تزال هنا؟ أين يجب أن أكون؟ ساعديني في تزيين المطعم، لنذهب. نعم، الآن دعناتي أتحدث مع كيسي مجددا. فهمت، سأهتم بالأمر. كيسي، ما رأيك؟ مذهل، من الرائع أن نات انضم إلينا، أليس كذلك يا كيسي؟ نعم. ماذا، أنا ألعب البولينج؟ نعم. نعم، لنذهب، ولكن أولا سأسأل المعلمة شيئا. حسنا، سنكون في انتظارك في الخارج. مرحبا، أنت كريس؟ نعم. اللفظ الإرحالي لا يسمح لنا بالتواصل. ماذا تعني بممنوع؟ هل أنت غير مهتم بي لدرجة أنك اخترعت هذا العذر الغبي؟ لا. إذن دعنا نتنزه. تنزهي مع صديقك نيت. لا، أنه صديقي فقط. إذن ماذا بخصوص التنزه؟ لا أعرف، ربما فقط وإنه الآن لنذهب. عظيم، لنذهب. إلى أين تسرع وكأن أحد يطاردنا؟ إنهم لا يطاردوننا، بل هي الكاميرات. أي كاميرات؟ ماذا تقصد؟ استمع إلي جيدا، كل شيء حولك مزيف، المدينة أكملها مزيفة، قد أنشأوا كل هذا لكسب المال من العرض الأكثر غرابة. ما هذا الذي تقوله؟ سيأتي أحدهم لأخذي، عليك الهروب، اخرجي من المدينة بأي وسيلة، ستعرفين كل شيء. اتبعني بسرعة. أستاذ أمهلني، ماذا تفعلين؟ إنها ليست معلمة، إنها ممثلة، لا تصدقيها. كيسي لا تستمع إليه، كريس مجرد مجنون، يبدو أن العلاج ساعده، لذلك أرسل إلى المدرسة، ولكن يبدو أن مرضه عاد مرة أخرى. لا تصدقيها، اهربي من هنا. كيسي، إنه لا ينزعجك بعد الآن. كيسي لا تثق بأحد، لا تصدقهم. يا للهول، كيسي لم تصدق كريس؟ قررت أن كريس كان مجنوناً حقاً. أتساءل ماذا سيحدث الآن؟ كريس، إنه كريس. كيسي، مرحباً. لنلتقط الصور معي. ابتعدها. ماذا تفعل هنا؟ كيف جاء كريس إلى هنا؟ أبعد. كيف؟ كيسي رأته مسبقاً، سنكشف أنفسنا. أنا لا أهتم. أبعد كريس بسرعة. كريس، مهلا التوقف، ماذا تفعلون؟ كيسي، ما الذي حل بك؟ هناك كريس.
تعرض لاقتطاع. لا يوجد أحد هنا. إنها بحاجة فورا للطبيب. كريس لا. ها هو شاي التوت المفضل لديك ابنتي. هل ما زلت قلقة بشأن ذلك الوهم مع كريس؟ لم يكن ذلك وهماً، لقد كان هو، وبعدها خطفه أحد. بنيتي، مدينتنا الآن تحارب المتشردين، لذلك أخذوا ذلك المتشرد الذي يشبه كريس. كان ذلك كريس، من المستحيل أن يكون له توأم متشرد. أوه يا عزيزتي، هذا ما يحدث عندما نهتم بشخص واحد أكثر من اللازم، ولكن اختفى ذلك عندما ظهر والدك. هل تعتقدين أني تخيلت ذلك؟ أردت فحسب أن يكون ذلك هو. أنا أفهمك يا عزيزتي، أفهم كل شيء. يا إلهي، لا شيء يعجبني. سأجدد قائمة الموسيقى، والآن أستمع إلى الراديو. ما هذا؟ لقد غادرت المنزل. لقد ذهبت إلى اليسار. ركلت اللعبة. يا للهول، إنها تسمعنا. صباحكم سعيد أيها المستمعون الأعزاء. دعونا الآن ننتقل إلى الموسيقى التالية. ما هذا بحق السماء؟ وبالإضافة بدأت تمطر. لم أفهم. يا إلهي. مرحبا. مرحبا كيسي، تحسنتي. أجل، أتتصورين لقد كان هناك عطل في الراديو طوال اليوم. لقد التقطت موجة الشرطة. حقا، نعم كنت مصدومة. هل سمعت شيئا؟ لا، أنا لا أحب الراديو. حسنا فتيات، سأذهب لي وأحضر أشياء مادة الأحياء. كيف حدثت كل هذه الأخطاء؟ المطر كان يجب أن يهطل فوق كيسي مباشرة، والراديو التقط موجات اتصالنا. لقد أصلحنا الخطأ، قلنا أنها كانت موجة الشرطة. صدقت ذلك. توقفي عن التلويح. كيسي لن تصمت بعد الآن. ماذا نفعل؟ نحن بحاجة لشخص تثق فيه بشكل كبير. لماذا يأتي هنا؟ ليس لديه مزاج، ولهذا السبب جاهزة. هيا هيا، أنت تحبين هذا. حسنا. رائع، انظري، لقد أحضرت كل الأشياء المفضلة لدينا. نعم شكرا. هيا يا صديقتي، أنا قلقة عليك. أخبريني ماذا يدور في ذهنك؟ أن كل ما حولي ليس حقيقيا، إنه عرض. أتتذكرين؟ قال لي عن ذلك كريس، وأنا لم أصدقه، ظننته مجنونا، ولكنه جاء من أجلي. رأيته كيسي، أنت تعرفين أنني أعز أصدقائك منذ الطفولة وأدعمك دائما، ولكن شكوكك لا معنى لها. كيف إذن أفسر ما يحدث؟ اسمعي، إن كان كل هذا العرض، هذا يعني أن من حولك مزيف. إذن أنا مزيفة أيضا، هل تعتقدين أنني كذلك؟ لا أعتقد ذلك. لقد مررنا بالكثير، أنا أعرف الكثير من أسرارك وأنت تعرفين أسراري. وكم من لحظة صعبة ساعدنا فيها بعضنا البعض. وكم من لحظة صعبة ساعدنا بعضنا بعضا. أنا أعز صديقة لك إلى الأبد ولن أخونك أبدا. أنا أعز صديقة لك إلى الأبد ولن أخونك أبدا. هل تصدقينني؟ بالطبع أصدق. كم هذا لطيف. تينا صديقة جيدة جدا. من الجيد أن كيسي هدأت أخيرا. حتى أنني حصلت على مكافأة. ماذا؟ وأنا؟ لقد أحسنت في عملي وقمت بإقناع ابنتي أنها تتخيل كريس فقط. أنت أيها كيسي قادمة. مرحبا والدي. حبيبتنا تبتسم أخيرا. سعداء لأنك بخير. أود أن أقول أنني أشعر بأحسن شيء. ممتاز، وما سبب هذه الفرحة؟ لقد قررت استخدام هدية يوم ميلادي للسفر إلى منطقة البحر الكاريبي. وين؟
إلى منطقة البحر كاريبي تماما كما حلمت دائما. سأذهب وسأخبر أصدقائي. مرحبا. تتوهجين من السعادة، أسعد عندما تكونين هكذا. وكل هذا لأنني سأسافر إلى الكاريبي. ألستم سعداء؟ كيف نقول لك، منطقة بحر الكاريبي بعيدة جدا. وماذا في ذلك، لطالما حلمت السفر إلى هناك. لماذا؟ لدينا مدينة رائعة، وصدقيني ليس الجميع طيبا كما لدينا. نعم، تمتم لاند رائع لدرجة أنني لم أفكر قط في الذهاب إلى مكان آخر. لم ترغب في معرفة العالم أبدا؟ لا بأس، سأطير على أي حال. ابنتي، هل رأيت ما كتبوه في آخر إصدار للجريدة؟ لا. خذي اقرأي. كتب هنا أنه تحطمت طائرة أخرى، هل تعرفين إلى أين كانت متجهة؟ الكاريبي. هاي، هذا محزن بالطبع، ولكن ليس كل الطائرات تتحطم. كيسي، هذا خطير. هاي أمي، لا تزعجيني. في قراءة الكتاب. هاي، كيف سأقرأ الآن؟ سأتصفح الإنترنت. خبر عاجل، حوادث الطائرات أصبحت أكثر تكراراً في جميع أنحاء العالم. أصبحت أخطر وسائل المواصلات. لا تسافروا بالطائرات حفاظاً على سلامتكم. سئمت منهم، سأسافر إلى البحر الكاريبي في أي حال. أحتاج لتذكرة إلى بحر الكاريبي. مرحباً، هل تعرفين أن الرحلات الجوية مسموحة فقط لمن تم 16؟ طبعا عمري 16. ماذا تريدين التذكرة؟ الآن أنا مستعدة. حسناً، سنرى. للأسف جميع الرحلات محجوزة حتى نهاية الشهر. كيف ذلك؟ لا أحد يسافر من هذا المكان. ماذا عن هاواي؟ أيضاً للأسف لا توجد أي تذاكر على الإطلاق. سأخرج من هنا على أي حال. حافلة إلى ماليبو سيرحل بعد 5 دقائق. عظيم، إن لم أسافر بالطائرة فسأذهب بالحافلة. سأصل إلى ماليبو وهناك سأشتري تذاكر إلى كاريبي. ماذا يحدث؟ حافلة إلى ماليبو. فتاة، هل أنت قادمة أيضا؟ نعم، لذلك دعونا ننطلق. حسنا. إنني في كارثة، ماذا نفعل الآن؟ دعيها تذهب. هل أنت غبي؟ تمتم لاند هذه ساحة تصوير، وإن خرجت كاسي منه فستكون نهاية العرض. ماذا نفعل؟ أكسر الحافلة. حسنا، فهمت. فليخرج الجميع فورا، لقد تعطلت الحافلة. مهلا، كيف انكسر؟ هكذا حصل، هيا اخرجي يا فتاة، لأنه لا يزال علي تصليح الحافلة. ماذا لديكما هنا؟ كيسي كادت أن تغادر التيم تيم لاند. ماذا؟ ولكننا قمنا بحل هذه المشكلة، أنها ستبقى. نحن بحاجة لتخليصها تماما من فكرة المغادرة. لقد تعبت منه، لا أستطيع جمعه. ابنتي، ماذا تفعلين؟ أجمع الخيمة، سأمشي إلى منطقة البحر الكاريبي. ولكن هذه جزر. سأذهب إلى أقرب سفينة، وبعدها سأصل إلى منطقة البحر الكاريبي. انظري، جمعت كل شيء. حبل ومصباح وإمدادات غذائية والقليل من الأشياء الأخرى، كلما تبقى هو جمع الخيمة. هل حقا تريدين تركنا؟ نعم، ليس لوقت طويل. أمي، ما خطبك؟ أنا خائفة جدا عليك. سأكون بخير. لن يحدث ذلك، بالتأكيد سيحدث لك شيء سيء وأنت بعيدة عن والدتك. لنذهب معا إذن. أنت تعلمين أنني مصابة بالربو الشديد، ومناخ تيم تيلاند هو الذي يناسبني. أعرف. إذا سافرت سأصاب بنوبة قلبية، ألا تخافين على والدتك؟ بالطبع أحزن، لا أريدك أن تحزني. إذن عيديني أنك لن ترحلي أبدا. أعدك. فتاتي المطيعة.
وأخيرا غيرت كيسي رأيها بشأن الهروب. أتعتقدين؟ أعتقد لديها خطة. أي خطة؟ لقد ذهبت للنوم. كيسي تعبت جدا لدرجة نامت في منتصف النهار، لذلك سأنام أيضا. ما هذا؟ انظر إلى الشاشة. لماذا؟ إنها نائمة. هل نامت كيسي في وسط النهار؟ هل كل شيء بخير؟ نعم إنها نائمة. منذ متى؟ منذ ساعة. غريب، هذا لا يشبهها إطلاقا. كيتي، زاك، تحققا من كيسي. ابنتي استيقظي، حان وقت الغداء. أحضرنا لك وجبتك المفضلة، برجر. قوما بإيقاظها، ارفعا البطانية. غير موجودة. لقد سجلت شخيرها على الهاتف وهربت. ماذا نفعل الآن؟ ابحثا عنها بسرعة. فليستيقظ جميع الممثلين بسرعة، وكذلك المصورين. لا يجب أن تغادر كيسي تيم تين لاند. كيسي إلى أين يا ترى ذهبت؟ لو كنت أعرف. يا إلهي، إن لم نجدها فسينتهي العرض ولن نحصل على وظيفة. لا بأس، هناك كثير من الوظائف الأخرى. أنا لا أهتم حقا، كنت أنوي دخول الكلية. اصمت اصمت وابحث عن كيسي. كيسي توقف عن عض أظافرك، هذا مزعج. أنا قلقة جدا بشأن كيسي، كيف سأعيش بدون هذا العرض؟ أريد أن تكون كيسي سعيدة وأنا أيضا. ماذا سيحصل بعدها؟ إلهي، لقد فقدت شهيتي حتى. آنسة كريستي، ها هو المسكن. سأهدأ فقط إذا تم العثور على كيسي. ماذا هناك؟ كيسي لا ترى أي كاميرا. لدينا كاميرات على كل عمود، لن تستطيع الاختباء في أي مكان. هيا ابحث عنها بشكل أفضل. أنا أحاول. وجدتها؟ نعم، عند البوابة الرئيسية. إلا هذا؟ ها هو المخرج من المدينة. انتهى، لقد وجدت. بدون قلق، افتحوا افتحوا البوابة، لن أبقى هنا على أي حال. كل هذا يعني نهاية العرض؟ لن يحصل ذلك، نحن بحاجة للقيام بشيء. سيدة كريستي، هل لديك خطة؟ سيدة كريستي، سوف أتحدث إليها. ماذا؟ أعطني الجهاز اللاسلكي. هيا، لماذا أنتم صامتون؟ مرحبا يا كيسي، نحن غريبتان لكنني أعرفك جيدا. أنا كريستي، مخرجة برنامج كيسي. إذن أنت من قرر أخذ الطفل المسكين وحبسه في العالم المزيف من أجل كسب المال، ولكني لن أبقى هنا ولا دقيقة أخرى. كيسي، أنا أعرفك أفضل من أي شخص آخر. العالم الحقيقي قاس جدا بالمقارنة مع تيم تين لاند، سيكون الأمر سيئا لك هناك. لا يهمني، هل تفهمين؟ لا أهتم، لقد تعبت من الكذب، أريد أن أرى العالم الحقيقي. أخرجوني من فضلك. هل أنت متأكدة؟ نعم، لن أتخلى عن محاولتي الخروج من هنا. أخرجوني أرجوكم. ستسمحين لاحقا بالخروج؟ لا، يمكننا إطلاق غاز التنويم وإرسال كيسي إلى المستشفى واختراع قصة عن الغيبوبة، أليس كذلك يا آنسة كريستي؟ آنسة كريستي، افتح الأبواب. ماذا؟ شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم. يعني هذا أن عرضك انتهى؟ هذا يعني نعم. <تصفيق>
كريس، كيف أتيت إلى هنا؟ رأيت على التلفاز أنك اختفيت، قررت أنه علي أن أريك العالم الحقيقي إن كنت لا تمانعين مرشدا سياحيا مثلي. أنا موافقة. أجل، أها، استعجل. ستطلقين صراحة حقا. لا، يمكننا إطلاق غاز التنويم وإرسال كيسي إلى المستشفى واختراع قصة عن أنها كانت مشلولة.